الرحمن. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة مع مسز السلام الدكتور. عليكم. وعليكم الحمد السلام لله. ورحمة الله. أنا طالب في جامعة كليتي، هم جامعة هم كلية بومية. بلده أستاذ جامعة مثل ما نقطية قلت يا يوزش يسكري جيدة. ما أنا قي قرب كيت ورم ما عندي مثال قي قرب هامون سنهامون سنوزبوي ما أجر كلية بوسة جامعة بوميدة، أجر جامعة بوسك وكلية ناطمس جامعة ناطن قوشكري. فاهم في أي حي تسكنين يا عسالة؟ زنجته أسكنه في حي، في حي زنجته نعم، في أي حي تسكنين يا أستاذة نيلوفر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسكن في حي أوريبزار. جيد، أستاذة لوبار، في أي حي تسكنين؟ السلام عليكم ورحمة الله. أنا أسكن في حي الاستقبال. استقبال معلم كليستا. في حي استقبال. أين تسكنين يا كمالة؟ في أي حي تسكنين؟ أنا أسكن في حي سرجلي. تسكنين في حي سرجلي؟ نعم صحيح، أنت تسكنين في سرجلي، تذكرت. جيد. أستاذ عندك من تذكرته؟ ها إسلام sevgili de turşiz isimden açıp gidip diye subhanallah. Abara ot gelir dilek. Birge. جيد. سنصحح الدفاتر بعد الدرس والآن سننتقل إلى الكتاب. الآن سنفتح الكتاب. كتاب العربية بين يديك. في أي وحدة توقفنا في هذا الكتاب؟ الوحدة السابعة. الوحدة السابعة. هنجد ما قدر كورمي قاضية يعني تشقب يعني كرب كوريمة. لا أدري لماذا يعني كرب كوريمة. في أي تدريب توقفنا في الوحدة السابعة؟ ملخص التراتيب. جيد، إذن وصلنا إلى ملخص التراكيب. ممتاز. ملخص التراكيب. ألم ندرس ملخص التراكيب؟ أظن نعم. درست. نعم. ألم ننتهي؟ نعم. نعم. انتهينا؟ إذن نعم. أين وصلنا؟ ديجانم ده ملخص التراكيب ماس نعم ملخص التراكيب نقوط بولودي انتهينا من ملخص بجدتك بجدتك أين وصلنا ديجان خير جيت فيلك يعني كدا داشلي إلى التدريب واحد الأصوات وفهم المسموع. جيد، إذا الآن سنفتح التسجيل. دقيقة واحدة، الآن سنفتح التسجيل. أي درس؟ ما رقم الدرس؟ الدرس 60. أها 60.
6-cı dərsdir, gəni? Nə? 60. Hə, nəm, 60. الوحدة السابعة الدراسة الدرس 60 الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة انتهينا من الآيات هذا كل شخص يستمع الآيات ويتابع في البيت ولكن التدريبات الوحدة السابعة سنفعلها مع الدراسة يعني الوحدة السابعة وموضوع الوحدة السابعة الدراسة الآن سنفعل معا التدريبات للاستماع الدرس 40 ثانيا فهم المسموع التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب هل التدريب واضح؟ نعم نعم إذن الآن سنستمع إلى الأسئلة بعد ذلك لكل سؤال نختار صورة مناسبة أستاذ نيلوفر أنت تبدأين أولا استمعي إلى السؤال الأول أو إلى الكلام الأول لا أدري هل هو سؤال أو جملة إيش نعم أنت تسمعين الآن أين تذهب؟ نعم سؤال كرري السؤال أين تذهب؟ نعم ما معنى أين تذهب؟ خير جيجيت يابسان أها أي صورة الآن سنستمع إلى الجواب أذهب إلى الجامعة ترجمي أونيفرسيتيت كيت يابمان صورة من الشمال سترت رسم جيد لهذا السؤال والجواب تناسب الصورة من الشمال ما معنى الصورة من الشمال أستاذة نيلوفر ترجمي تبترت تجي رسم أحسنتي أستاذة لوبر نعم أستاذ اثنان متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 8 أستاذ لوبر هل سمعت السؤال والجواب؟ نعم ماذا كان السؤال ترجمي؟ أقشين قاچان باشلاند؟ يوم الدراسي متى يبدأ اليوم الدراسي؟ O'qish kuning qachon boshlanadi? Soat ertalabki 8 da. As-sa'atu thaminata sabahan. Qala hakaza, sahih? Aha. Ayu sura? Suratu min ash-shimal. Sahih. Ustaza Asala? Naam. 3 متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ترجم السؤال. درسين قاچان تگيدي؟ نعم، أوقش كنا، учебный день يعني أوقو كنا. просто درس эмас، عموما бир кундаги оқиш. ينتهي الدراسة. ينتهي في الثالثة عصرا. في ثالثة عصرا من اليمين لا ترجمي الجواب أولا صغط عصر عشتة تجيد نعم أي صورة تناسب برنس أي صورة هنا لا توجد الأرقام في الصور
10 chap qaysi biri deb yozdilar. Bu yerda suratda 1 yoki 2 degan raqam yo'q-ku. 10 tarafdagimi, chap tarafdagimi aytishimiz kerak. Min al-yamin. As-suratu min al-yamin. Min al-yamin. Jayyid, sahih, ahsanti. Kamala, istami'i ila su'al wal jawab ar-rabi'. أربعة. كم حصة تدرس في اليوم؟ كرري السؤال. هل سمعت السؤال؟ كم حصة تدرس؟ تدرس في اليوم. في اليوم. قنجة أقيسة اليوم. بركن دق قنجة أقيسة. نيت ساعات. نيت ساعات أقيسة. جيد، نستمع إلى الجواب. أدرس خمس حصص في اليوم. ترجمي. أدرس خمس حصص في الأخرى. في اليوم. في اليوم. ترجمي، ترجمي. بركون ده 5 ساعات أقيمة. نعم. تشاب طرفتك. Bir kunda necha soat o'qiyman dedi? 5 soat. Naam. Izan ajibi bil lug'ati al-arabiyyati. Chap tarafdagi rasm degan gapingizni arab tilida ayting. As-suratu min ash-shimal. Karriri. As-suratu min ash-shimal. Naam. Fahimti? نعم جيد ننتقل إلى التدريب الثاني لا توجد طالبة أخرى عندنا أنتم أربعة أظن مشتري كرمي ماندة ترتسلي تورما وشقيو أها ننتقل إلى التدريب الثاني التدريب الثاني استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب 1 هل فهمنا وظيفة التدريب؟ نعم ماذا نفعل؟ من يترجم الوظيفة؟ إيشت سؤالنا سور رقم بلان مناسب رقم بلان بغلا مناسب رقم قوي قوي مناسب rasmga munosib raqam. Ya'ni savollar raqamini mana shu tiga rasmlardan qaysi biriga mos bo'lsa, savollar raqamini qo'yamiz shu rasmga. As-su'al al-awwal istami'i anti ustaza Nilufar. Fi ayyi jami'atin tadrus? Karriri as-su'al aw tarjimi mubasharatan. في أي جامعات تدرس؟ قيس أونيفرسيتة أقيسان. جيد. معنى تشس معنى واو بسكيرت. أظن سورة واو. قوي معنى بلا تشن نرس قنقة. ألف نما يكام معنى راسم دوستو. قيام أونيفرسيتة. أونيفرسيتة ما. عند ألف بلا قسن سورة ممكن يوجد الجواب لا تذكر الآن. وزي إسلامي من باشق قروخ كيند أنشالنا. o'qitgan mana balki javob bordir eshitib ko'raylikchi. Ithnan. La la yujadul javob. Уже сразу 2 ga o'tib ketdi. Ixtari xohlaganingizda tanlovring ko'ramiz-da keyin qaysi biriga dur mos tushmasa o'rnini almashtiramiz. Izan ayya suratin taxtarina ustazani Nilufar. Raqam avval. Raqam vahid suratu waw. نعم أستاذ لوبر أنت اسمعي السؤال الثاني هل أنت مستعدة؟ نعم ماذا تدرس؟ ترجمي السؤال كرري أولا بعد ذلك ترجمي ماذا تدرس؟ nimani o'qiyapsan? Dars nimadan dars qilyapsan? Yani. Nima o'rganasan degani yani. Nima o'rganasan? Ulum, ulum. Aha. Ha. Harfu ha. Harfu ha. Ayyu raqam? Nada'u? Isnan.
رقم 2. أظن هذا صحيح إن شاء الله. نرجو أن هذه الأجوبة صحيحة، أنها مناسبة. السؤال الثالث، عسالة، استمعي. 3. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أنا أفعل في الاستراحة. لا، أي صورة تناسب؟ لا يشترط لك أن تجيبي. أولا ترجمي السؤال. تنفست لما أقي ساندوت. ماذا تفعل؟ مقلسا. أي صورة تناسب لهذا السؤال؟ بي با با. الصورة با. أي رقم نضعه؟ ثالث. نعم، رقم 3. كمالة؟ نعم. 4. هل تذهب بالحافلة؟ ترجمي السؤال. إيش مقال ما شقت تنقل على ما تفعل في الاستراحة؟ 4. هل تذهب بالحافلة؟ هل تذهب بالحافلة؟ ترجمي. قندي قلب حافلة مليانة. أفتوبوس. هل تذهب بالحافلة؟ من يترجم هذا؟ أفتوبوس تيكيت سامة. أفتوبوس تيكيت سامة. سورة دال. رقم 4. جيد. وأستاذة نيلوفر. 5. في أي كلية تدرس؟ في أي كلية تدرس؟ قيس فاكولتي أقسام. السورة ألف. رقم 5. أحسنتي. وأستاذ العبر، سؤال أخير. 6. متى تذهب إلى المدرسة؟ ترجمي السؤال. مدرسة كي قاچان بارسان؟ مكتب كي قاچان بارسان؟ مكتب كي قاچان بارسان؟ جيم، حرف الجيم. نعم. رقم 6. رقم 6 صحيح. انتهينا من الوحدة من التدريب الثاني. جيد، وننتقل إلى التدريب الثالث الآن. التدريب الثالث، استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. جيد، هنا في هذا الحوار كما في الحوار الأول نستمع إلى الحوار، يعني سؤال والجواب، ونختار لكل حوار عندنا صورتان، هر بتخاذر سؤال جواب صحبت اشتماس وشهر بر صحبتك اكتدن رسم برغن ودو برنج مشقتك يانمزدك مناسب رسم علامة صحيح بتيجك قيامس. عسالة، حان دورك، استمعي إلى الحوار الأول. هل أنت مستعدة عسالة؟ نعم. 1. هل أنت مدرسة؟ ترجمي السؤال أولا. سان أختوش مسان. لا، أنا طالبة. يوك مان أختوش مان. جيد، أي صورة تناسب للحوار الأول؟ بكينش راسم، قز راسم. بالعربية كيف نقول؟ صورة ثانية. بوت رقم يوق، ثانية أولى تجي رقم يوق بوت. أبون. أونك تربتا يوكي شاب تربتا نبيش مزمونكو. صورة موسيمال.
birinchi ikkinchisi ikkalovi ham bir ham bo'lishi mumkin ikki ham bo'lishi mumkin chunki raqam yo'q-ku. Suratu minashimal. As-suratu minashimal. Jayid. Kamala hana dawruki. Hal anti musta'ida Kamala? اثنان في أي جامعة تدرسين؟ ترجمي السؤال. قيس أونيفرسيتي قيسان. الآن استمعي إلى الجواب. أدرس في جامعة أم القرى. ترجمي الجواب. أم القراءة. قراءة أم القرى. أم القرى نرست تقيمة. نعم. أي صورة تناسب لهذا الحوار؟ درسنا من بين هذه الصور نختار. انظري. ما عم جامعة دمشق تبيازلجا. زبونار سلانة أوتوديك. Masha universitetlarni oldin o'sha dialoglarda o'qiganimizda qaysi biri qaysi universitet bittasini bilsak ham o'sha javob topsa bo'ladi mana bizda. Bal. Maza kariri. Suratu minash simal. As-suratu minash simal. Kariri. As-suratu minash simal. Naam. Hadhihi as-sura suratu jami'ati ummi al-qura. ولكن صورة. هذه الصورة من اليمين هي صورة جامعة دمشق. أنتم عند رسم جامعة دمشق رسمة. دمشق أونيفرسيتي رسمة. أتشاب تراب تيجي رسم أم القرى أم القرى أونيفرسيتي رسمة. بمصر تيجي أونيفرسيتي لام. أم القرى سعودية دمشق سوريا بايتخت. صورة حوار تالي. الحوار الثالث أستاذ نيلوفر. ثلاثة. في أي كلية تدرسين؟ في أي كلية تدرسين؟ قيس فاكولتيت سين قزبلة وقيسان. أدرس في كلية التربية. ترجمي. جدي معي يوزلغان كاندي هل سمعت الجواب؟ نعم انا قا بيداغوجيك فاكولتي دو قيمان برنا بالمعدم لكي جمعي دي يوزلغان كان استاذ ما عم تشاب طرف تي يوزلغان تشاب طرف تي يوزلغان تربيه اه سوره من الشمال صحيح علامه صحيح في سوره الشمال جيد أستاذ لوبر نعم استمعي إلى الحوار رقم أربعة دقيقة واحدة طيب استمعي أربعة متى يبدأ العام الدراسي؟ في شهر محرم ترجمي السؤال والجواب عام الدراسي قاچان نما درسلار boshlanadi o'quv yili yantahi dedi ha tugaydi tugaydi qachon o'quv yili tugaydi ha to'xtang yabda u dedimi yanta yana yabda u 4 mata yabda al am al dirasi ha yabda u debdi shunda nima bo'ladi ma'nosi da o'quv yili qachon boshlanadi naam والجواب في شهر محرم ترجمي محرم شهر أنا أيده محرم أيده سورة السورة من اليمين نعم صحيح عسالة نعم خمسة ومتى ينتهي ترجمي وقد شون تجيدة في شهر رمضان رمضان عيدة جيدة السورة من الشمال صحيح والحوار أخير كماله
ستة. كم شهرا العطلة؟ خمسة أي بلدة ما؟ عطلة. هل يقول؟ كان يقول نيتش أي بلدة كم شهرا العطلة؟ عطلة يعني تاتل تاتل كم شهرا نيتش أي بلدة؟ العطلة ثلاثة أشهر. ثلاثة نعم العطلة ثلاثة أشهر. السورة مل يسرب من اليمين. من اليمين. نعم ننتقل إلى التدريب الخامس الرابع. التدريب الرابع، استمع إلى الفقرة ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. ما وظيفة التدريب الرابع؟ كاية تشانل أبزاس أوقف إلى صورة مناسبة، نضع علامة الصحيح في الصورة المناسبة. وشا حاضر إيش تديان متن جه مناسب رسم جه بتيجي قبل جسنا قيامس. هاب خانة دورو كي أستاذة نيلوفر، استمعي إلى الفقر إلى الفقرة الأولى. يستيقظ أحمد مبكرا في الصباح. لا هذا هذه الفقرة فقرة واحدة كاملا خارب التسجع الله خده فقرة ما سيدت كانت بخماسة بالتماتن أولا خميلة خماسنا يشتوال أسلا بيت بيت جابتن ترجمة قلب ونان كين سوال لك جواب برسلا تيست كي أخشى شني لام الآن الجملة الأولى في الفقرة تترجمين أنت أستاذني لفر نضع الفقرة من البداية فقرة ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. حاضر إيش تب بتدن جاب ترجمة قلسلة ماتن بيت ماتن خار بتسجع الله خدمة ماس حاضر فقط ترجمة قلسلة خم إيش تما طبعا يستيقظ أحمد مبكرا في الصباح. ترجمي أستاذني لفر. أحمد ارتلب واخلي ويغاندا يستيقظ استيقظ يماس يستيقظ ويغنادة ويغنادة أحمد ارتلف وقت لي بر وقت ويغنادة جملة تالية أستاذ لوبر هل أنت مستعدة؟ نعم يصلي الفجر ويذهب إلى المدرسة الساعة السابعة صباحا اكتجب أقول كده تمام ترجمي قدر المستطاع ضمدات نوقيدة يصلي الفجر و نوقيدة ندع الجملة التالية من البداية يستيقظ أحمد مبكرا في الصباح يصلي الفجر ويذهب إلى المدرسة الساعة السابعة صباحا مكتب كير طلاب يتدى بورادة نعم يذهب إلى المدرسة الساعة السابعة صباحا مكتب كير طلب يتدبر هذا جملة تالية هو يذهب بالحافلة عسالة وأفتوبز دبر هذا جيد كمالة يدرس أحمد ستة أيام في الأسبوع ترجمي بركون ده ألتت درس بار يدرس أحمد ستة أيام في الأسبوع برخفت ده برخفت ده ألتكون درس بار أقيدة يعني أحمد خفت ده ألتكون أقيدة أقيدة جملة تالية أستاذ نيلوفر ويدرس سبع حصص في اليوم بركون ده يتبار أقيدة نعم صحيح أستاذ لوبر ويدرس اللغة العربية
وعرب تلنا وقيدة. عسالة. تبدأ الاختبارات في شهر رمضان. أنا تيسلر رمضان ويدو باشن اختبارات امتخانلر امتخانلر لما دادا تبدأ الاختبارات في شهر رمضان رمضان دادا يخشي كمالة وينتهي العام الدراسي في شهر رمضان أيضا. كرري الكلام، هل تستطيعي أن تكرري الكلام؟ أكرر. لا يجب عليك أن تكرري. ما سجيت تكرر لندو ما جاب. ما إست ما إست مقال دم حس بقال داخل ده. نعم إذن سأضع الجملة من البداية الآن دقيقة. استمعي إلى الجملة أخيرا. درس اللغة العربية. تبدأ الاختبارات في شهر رمضان وينتهي العام الدراسي في شهر رمضان أيضا. درس لربنا آخر رمضان دبلدم. عام الدراسي. عام دي يعني يل دي يعني. يل دي آخر. رمضانين آخر رمضان ده تجاي ده دمي انتخان خام رمضان ده تجي ده و اقوية لخام وچبني قدام رمضان ده تجي ده دوات. الآن ننتقل إلى التساؤل سؤال والجواب. هنا أسئلة نختار جواب الجواب المناسب من بين صورتين. السؤال الأول اقرأي أستاذة نيلوفر. متى يستيقظ أحمد؟ أحمد خشان أغنادة. أحمد ارتلى وقت لي أغنادة. تور بلا أون بير قطي أستاذ. السؤال الثاني اقرأي أستاذ لابر. متى يذهب إلى المدرسة؟ مدرسة قاچان بارادة. Bomdatni o'qiydi va madrasaga ertalab soat 6:00 da. 6:00 da. Yo'q, 7:00 da dedi. Yo'q, 7:00 da degan edi. Suratu minal yamin. Asala, al-an sa'taqul su'al. Iqra'i. Kayfa yazhabu ila al-madrasati? Maktabga qanday boradi? يذهب إلى المدرسة بالحافلة. الصورة من الشمال. صحيح أحسنتي. سؤال تالي كمالة اقرأي هذا السؤال. كم يوم يدرس في الأسبوع؟ كم يوما يدرس في الأسبوع؟ يوما يدرس في الأسبوع. ترجمي السؤال أولا. كم يوما يدرس في الأسبوع؟ نش برخفت ده نش قنش ده قنش تكون درس بار نش كون أقيدة نش كون أقيدة. نعم. كم يوما يدرس في الأسبوع؟ ستة أيام. نعم. أي صورة؟ الصورة من الشمال. من الشمال. كرري. من الشمال. جيد. السؤال الخامس أستاذ نيلوفر.
كم حصة يدرس في اليوم؟ بركند نجبار أقيدة بركند يتبار أقيدة السورة من اليمين من اليمين صحيح أستاذ العبر ماذا يدرس أحمد؟ أحمد نمان أقيدة سورة من الشمال يدرس لغة العربية اللغة العربية اللغة العربية سورة من الشمال نعم جيد انتهينا من التدريبات للاستماع الحمد لله انتهينا جيد والآن وصلنا إلى تدريبات التي نستعين من الصور طيب مثلا السؤال إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى المدرسة إذن إلى أين نذهب؟ اسم المكان نضع مستعينا من الصور رسم جاكرا جوي ناموز جيراركن جوي نامن رسمنا ويركمز إلى أين تذهب لا يتغير إلى أين تذهب يا أحمد لا يتغير والجواب أذهب إلى أيضا لا يتغير بعد ذلك سؤال الوقت مبكر الآن هذا الكلام أيضا لا يتغير بجابا موزجار ميد بنيام شنو يوزس المدرسة بعيدة عن البيت من رسم ده مدرسة ديجا وش مدرسة مكتب بيت وطة ويدا وزاق هم جاية ويدا وزاق ده بيتر كيس يجين هل تذهب بالسيارات سا لا أذهب بالحافلة هذا الكلام أيضا لا يتغير هيا نتساءل سؤال والجواب الصورة الأولى بين تزنيلوفر ولوبر أنت تسألين أستاذ نيلوفر وأنت تجيبين أستاذ لوبر تمام لوبر إلى أين تذهبين أحمد دمي منا أحمد دور منا إلى أين تذهب يا أحمد اونا قد سيز زن بولاده اگر لا بره پانیت سیز تذهبینه بولاده الى عین تذهبینه یا لابر اذهبو الى المکتبتی ترجمی نو ترجمی خیرگی که دیب سیز لا بره پا اختی لابر خب کتبخانگه باری اپ من مکتب که یو یو مکتبه کتبخانه خانه الوقت مبكران الآن حال وجود واخليكو مبكرون الآن حاضر واخليكو وقت واخلي إرتا المكتبة بعيدة عن البيت كتب خانه ويدن زاق راق كتب قناة ويدان وزا هل تذهبين بالسيارة؟ ماشي لديك تاسزما؟ لا أذهب بالحافلة يوق أفتوبز دبارما جيد ننتقل إلى الصورة الثانية أنت تسألين وعسالة أنت تجيبين أنت تسألين أستاذ لوبر ماذا؟ تذهب نقية ما اسمه مذكورات كما اسمه أذهب للمذكر وللمؤنث هم مذكر هم مؤنث اسألي أستاذ لوبر وعسالة أنت تجيبين إلى أين تذهبين يا عسالة؟ خير جاء كتي أبتز إيه عسالة؟ أذهب إلى المختبر مختبر إلى المختبر لابراتوري كتاب من أحسنتي الوقت مبكر الآن خلى وقت ليكو مختبر بعيدة بعيد عن البيت نعم مختبر مذكر لذلك لا نضع تاء مربوطة في صفة في كلمة بعيد
بعيد تقويمي مز مختبر ده ترجمي الكلام لابراتوريا ويدان أزاق أستاذ الأوبر هل تذهبين بالسيارة؟ ماشي ندى براسزنا؟ لا أذهب بالحافلة جيد الآن عسى لأنت تسألين وكمال تجيبه إلى أين تذهبين يا كمالة؟ أذهب إلى إلى المسجد. ترجمي. مسجد كتاب ما. الوقت مبكر الآن. ترجمي. ماذا؟ حاضر وقت إرتا. كمالة. المسجد بعيدة عن مسجد كلمة مسجد مذكر أو مؤنث مذكر إذن بعيدة بعيد المسجد بعيد عن البيت مسجد يدان وقته نعم هل تذهبين بالسيارة؟ تبرا سما لا أذهب بالحافلة يوق أفتوبس جيد وصورة تالية كما لا أنت تسألين وأستاذ نيلوفر تجيب وصورة أخيرة للبيت أكملنا في البيت تمام؟ الآن اسألي كمالة وأستاذ نيلوفر تجيب إلى الأين تذهب إلى الأين دمي إلى الأين دمي إلى أين إلى أين تذهب يا تذهبين للمؤنث إلى أين تذهبين يا أختي نيلوفر أختي نيلوفر ترجمي السؤال خيكي كيت يابسز نيلوفر أها أستاذة نيلوفر هل أنت موجودة أو غيبتي خرجتي من الدرس أجل قيمة أجل أستاذ أذهبوا إلى الكلية فاكولتيت كيت يابما والوقت مبكر الآن ترجمي حاضر وقت لي أمسمة حاضر وقت إرتا حاضر وقت إرتا الكلية بعيدة عن البيت ترجمي فاكولتيت ويدان أزاق جيد كمالة هل تذهب بالسيارة أبينا هل تذهبين هل تذهبين بالسيارة؟ ترجمي لا أذهب بالحافلة لا ترجمي كمالة أولا ماشينة دبارة سزمة؟ ماشينة ميو لا أذهب بالحافلة ترجمي أستاذ نيلوفر يو أبتوبس دبارة جيد الصورة أخيرة للبيت واجب البيت أنا قرأت بس أنا قرأت على من كتابة أتكلم ده أفتوبوس باسون يدكو بو قرأت لنا أولدينجي أنا قلارنا يا صوت لارنا حافلة يام دي لورد باس يام دي لورد باس وزا أسلد عرب جسو زماز خوز زمان نبي إنجلس تلدن كربو يعني حافلة ديان أفتوبوس ديان التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زملائك شريك لارينجلان سؤال جواب قلب مثلا كل طالبة منكن تسأل سؤالا وطالبة تالية طالبة أخرى تجيب لهذا السؤال هكذا نستمر نتساءل سؤال والجواب سؤال برسلة كينج وقوش جواب برادة وينشنقة كينج بربري لنا سؤال برسلة مثلا ما هو السؤال؟
سؤال نميكن أدرس في مدرسة فيصل ياكي أين تدرسين ياكي أجر مدرسة نتمسة مكتب أوقيد جماس ونيوشتت أوقيد جنبسة أدرس في جامعة كذا مثال جنبي فلان ونيوشتت أوقيمة ياكي فلان مكتب أوقيمة سين خير دوقي سين دب سؤال برد يعني هذا السؤال أين تدرس لا يتغير خم بربردن خير دوقشن سوريد و جواب برد مثلا أدرس في مدرسة البخاري بخارا مكتب دوقي من بخاري البخاري مكتب ده يوكي جامعة أم القرى أم القرى ونيرسيت دوقي من أخلص ونيرسيت ده أخلص مكتب لكن سوال أين تدرس ده بربردان همدان هم بربردان سورك شقادة خير وقرسان ده للمؤنس طبعا يكونوا أين تدرسين جنسكي رودكي تدرسين ده بتامس يبدأ يستاذني الفار أدرس في مدرسة فيصل من فيصل مكتب ده أقيمان وأين تدرسين يا لابر يا لابر أدرس في جامعة أم القرى أم القرى أونيفرسيتي دو قيمة أين تدرسين يا أسالة؟ خير دو قيس إيه أسالة؟ أدرس جامعة دمشق ترجمي من دمشق أونيفرسيتي دو قيمة إن شاء الله إن شاء الله اسألي أسالة من كمالة أين تدرسين يا كمالة؟ أدرس في مدرسة الأزهر في جامعة مدرسة مس أدرس في جامعة الأزهر في جامعة الأزهر في جامعة الأزهر جيد وأن اسألي من أستاذة نيلوفر كمالة أنت اسألي أين تدرسين يا أختي نيلوفر؟ أين أدرس؟ أنا أدرس في مدرسة البخاري من بخاري مكتب ذو قيمة. نعم جيد انتهينا من قسم الأول من التساؤل وفي القسم الثاني أدرس في اليوم 6 حصص كم حصة تدرس في اليوم هذا السؤال لا يتغير بركن نيتش باروق شاق ديا بلا شركان سلين ده مثلا بركن دولت باروقي ما سان نيتش باروقي سان ما انت ده نومر لترك ده ما شو نومر لانا خميلة تبش قاسلة مانا ما انت مانا ما عم نومر لانا تبش قاقليلة ابدأي استاذني لفر أدرس في اليوم 3 حصص. كم حصة؟ ترجمي الكلام. بركندا أجبارة أقيمان. كم حصة تدرس في اليوم؟ نجبارة سين بركندا نجبارة أقيسان. نعم طبعا هنا تدرس للمذكر صحيح؟ نعم. سلا حاضر جنس كيرود. بو يعني لو تمر بريلاجي تدرسينا بتسلا. كم حصة تدرسين في اليوم يا أخت لابر؟ أدرس في اليوم 4 حصص. أربعة حصص. بركندا تور بارو قيمان. كم حصة تدرسين في اليوم يا أسالة؟ بركندا نتش بارو قيسز. يا أسالة. في يومي 7 حصصين لماذا 7 5 تابو تيبو مي دبرن چدان كي چدان تا مربوط قوميمز چونكي حصتون جنس كي رود بوغانليغي اوچون عددنا مذكر قلامز تيسكار بولاد 3 تان باشلاب 10 گچه 7
سيزده سبعة مس هم خامسة ترتكو ها كيف ما كتلي ده ها خمسة حصصين أدرس في يومي خمسة حصصين في اليوم ده لام اشتلس في اليوم بس في يوم بس اسألي يومي خمسة حصصين ده بيت بار أقيمة كم تدرسين في اليوم يا كمالة أدرس في اليوم ستة حصصين ترجمي بركون ده ألت بارا أقيمة وإسألي ليوس أختك ميلوفار كمالة كم حصة تدرسين في اليوم أختي نيلوفار نيلوفار بجواب برسمة ترجمة قمال ليه ترجمة قلينكم نيلي فرطة بركون كندة نتفرى قصص أدرس في اليوم سبع حصصين بركون دا يكتس فرى أقيمة جيد تمام انتهينا الأعداد الباقية واجب البيت نكمل التدريب في البيت يدقوا يا صون لقيم والقسم جيم تدريب التساؤل أذهب إلى المدرسة إلى أين تذهب أو تذهبين للمؤنث أذهب إلى الجامعة إلى أين تذهبين وهكذا الآن سنفعل عدة أسئلة أو إذا تريدنا أكملنا في البيت ويدق يا سلامة فلان جايجي كيت ومان قيرجي كيت يبسان من ما شجاع لنا همسكي يب سوال وجواب تزشي لكري بدق الاسلام برنش دقيقة عم برخل من با اذهب الى اوزگر ميدو و الى اين تذهب بيان سوالا اوزگر ميدو التدريب الثالث اجيب عن الاسئلة مستعينا بالصور سوال لگه رسمنا فايدة لنا بجواب بيردو قلنا بيتنا خاص قلامس اقرأي السؤال اول استاذ نيلوفر وترجمي متى يستيقظ احمد احمد نيچ قچان uyg'onadi قچان turadi قچان turadi يستيقظ احمد مبكرا في الساعة الرابعة في الساعة الرابعة صباحا صباحا احسنتي ترجمي الجواب احمد ارتلف واخلي صوت تورده uyg'onadi أها. جيد السؤال الثاني أستاذ لوبر أين يصلي الفجر؟ بمضات نقير ده أقيد يصلي الفجر في المسجد بمضات مسجد ده أقيد جيد سؤال تالي عسالة أين يذهب أحمد؟ أحمد خير كتيبته يذهب أحمد إلى المدرسة أحمد مدرسة كيت يبدو مكتب كيت يبدو أستاذ نعم كمالة اقرأي السؤال تالي أين أحمد الآن أحمد الآن أحمد خاصق قير ده أحمد الآن في بيتي مكتبته في المدرسة نعم أحمد الآن في المدرسة جيد الأسئلة الباقية واجب البيت والتدريب الرابع أيضا واجب البيت أكمل الحوار يجب علينا أن نكمل الحوار بوضع الجمل الأسئلة الجمل الاستفهامية وكيف نضع الأسئلة؟ ننظر إلى الجواب
ونضع السؤال المناسب للجواب. Диалог қанақ толдырарқамыз, итбор берсеңіз. Сауалы жоқ. Сауалы қойсаңыз, диалог толық болады. Сауалы қанақ қойсаңыз, жауапқа қарап кейін сауал қойсаңыз. والتدريب الخامس أيضا واجب البيت هاتي جملا كما في المثال مثال دقيقة نرتز مثلا مثال مريم طالبة تركية والاسم أيضا يتغير ولكن كلام طالب أو طالبة لا يتغير وقوشي يعني طلبة يعني سوزوز جرمي اسم وجنسيات الاسم والجنسية تتغير حسب الصور رسم يقرب اسم وملة وزجرر تدرس في جامعة أم القرى تدرس للمؤنث للمذكر يدرس في جامعة أم القرى في كلية التربية كلية أيضا يتغير يعني اسم الكلية كلية العلوم بولش ممكن كلية الطب بولش ممكن وهكذا نوع يتغير نوع الكلية أيضا حسب الصور رسم يقرب فكلتي تورخام أزجرر كان إذا ماذا نأخذ من الصور ماذا نستعين كيف نستعين من الصور نأخذ الأسماء والأجناس وأنواع أنواع الكليات سملار جنس أنا قلنا ماذا؟ ملتلار وفاكولتلار وزجرادة رسمنا على سلام واستعدنا للإجابة لهذه الأسئلة سأسألها في الدرس القادم مشافهة كين درس أغزك تيس سوري مام مام سوال لك جواب برشك تايور لانب وزيلو جو يازم كليلة والقراءة كل التدريبات في قسم القراءة أيضا واجب البيت هنا صل بين الجملة والصورة المناسبة جاب بلان وش جاب كمناسب رسم باغليس له وصل بين السؤال والجواب سؤال بلان جواب مناسب جواب باغليس له والتدريب الخامس نقرأ ونجيب للأسئلة في الدرس القادم والتدريب السادس أيضا بيشنش والتنش مشق لدي ماتلان أقب سوالك جواب برش قلامس كين درس تكين كين واحدة نوش لمس قوغم يازش جن مشق لدي خمس ويوزيفة جن شنار لما؟ ينجي واحدة جن اكان ده؟ كين درس تشت مشق يعني سوال جواب ماتلان أقب سوالك جواب لان قلامس و واحدة أنا باشيمس كيني درست إن شاء الله. واحدة أنا ما تكلم. بولم لي يونيت يعني يستلده. بولد يونيت لش بولم له. برادو. تدريب رابعة سالم بريد. مثلا برنسي كسالت محجوب سب هل أنت طالبون بلدم؟ هل نظرت إلى الجواب؟ جواب قنقي كم؟ نعم أنا طالب إذن سؤال كما قلتي أجر جواب شنو قبوسه سيد كيف سؤال شنديزمة كمالة شنديزمة يوما نعم نعم شنو جيد إذن سنلتقي في الدرس القادم إن شاء الله إن شاء الله إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ديس كمولة؟ سالم بريد. إتي. مانا. في على مين كيجنا كينجا سوز كسر علي بلدي آخر حرف كسر علي بلدي. شنقة؟ شنقة ها. بو أنقة اسم مجرور مجرور. اسم مجرور بلدي. اسم مجرور. كا أنا أستاذ Профилистик дивана оқилишини айталисизми? Личкезге оқиб юворарман. Аҳа, хаб. Майли соб бўлинг. Хай. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ ва баракатуҳ. Раҳмат устоз. Майли соб бўлинг.